وبعد ما تابعنا الأخبار اللي حصلت امبارح، تعالوا نشوف أهم الأخبار اللي هتحصل النهارده. واللي من بينها جامعة عين شمس هتنظم قافلة تنموية شاملة للبحر الأحمر، والقوة العاملة هتبدأ قبول طلبات التدريب المجاني لشباب الخريجين. بالنسبة لأهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة، جامعة عين شمس هتنظم بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر قافلة تنموية شاملة لأهالي مدن الشلاتين وحلايب وأبو رماد. القافلة هتضم عيادات طبية مجانية في مختلف التخصصات الطبية. كمان النهاردة هتبدأ وزارة القوى العاملة قبول طلبات التدريب المجاني على 3 برامج متخصصة من خريجي كليات الهندسة، الفنون الجميلة، الفنون التطبيقية، والكليات والمعاهد الفنية، وده تمهيداً لإعدادهم كمدربين والتعاقد معهم. النهاردة كمان هيتم فتح باب حجز الوحدات السكنية المطروحة للتسليم الفوري في مشروع جنة ضمن إعلان المواطنين متوسطي الدخل، والحجز هيستمر على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي لحد بكرة. كمان النهاردة الهيئة القومية لضمان جودة الاعتماد هتقوم بزيارة عدد من المعاهد الأزهرية، وده بهدف تطوير البنية الخاصة بالمعاهد اللي هيتم إدراجها بخطة الجودة سنوياً.